خبيرنا الاقتصادي أستاذ محمد نجمة على مسألة فلسفة الدولة اقتصاديا. في فترة ما قبل 2011 وفي فترة تانية بعد كده كانت من بعد 2014-2015، ألا وهي أنه في مؤسسات الدولة هي اللي قاعدة عمالة بتشتغل بالشراكة مع القطاع الخاص، وفي فترة على ما يبدو اللي احنا مقبلين عليها هي توسيع شراكات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. عايز نفهم دي أكتر وإصرار الرئيس عليها. بص يا استاذ يوسف، احنا يعني في النقطه دي هنتكلم اولا بما ان احنا في ذكرى 25 يناير، فاحنا هنتكلم هو فلسفه الدوله الاقتصاديه قبل 25 يناير كانت عامله ازاي، بتصرف فلوس ازاي، وايه اهدافها اصلا. حلو. وبعد كده اتغيرت ازاي النهارده الفلسفه دي، وايه اهداف الدوله، ايه التغير ما بين قبل 2010 مثلا قصاد 2020، التغير ده عامل ازاي، برسوم بيانيه معانا توضح النسب المئويه لكل مصروف من مصروفات الدوله، بتصرفه ازاي، واستحوذ على نسبه كام من اجمالي مصاريف الدوله. جميل جدا. مش هتكلم على الرقم كام مليار جنيه، لا انا هتكلم على النسبه. بس حطوها لنا يا جماعه على الشاشه، هتلاقي اللي هي توزيع مصروفات الدوله قبل ثوره يناير. ايوه 2009 2010، في واحده شبهها بتاعه 21 22. تمام هو ده كده معروف. تيجي نجيبها تجيبوها لنا في الشاشه العملاقه. لا بحب الشاشه دي جدا عشان اقدر يعني انتوا حطيتوها في الشاشه ماشي ايوه عايز هي دي. ايه المقصود بقى هنا؟ ان انا بوضح هنا فلسفه الدوله رايحه فين اصلا. يعني احنا معانا، هنفترض ان احنا معانا 10 جنيه، هي ده كل مصروفات الدوله 10 جنيه، هنصرفها ازاي؟ 36% 36 جنيه هتروح على الدعم، 22 جنيه هتروح على الاجور، ماشي، الاستثمارات 12 جنيه فقط، فوائد الديون اللي كانت اغلبها ديون استهلاكيه 15 جنيه، شراء سلع وخدمات 7%، مصاريف اخرى 8%. دي كانت دي بتلخص لو انت عايز تفهم الدوله بتفكر ازاي. فهي يهمها جدا الدعم، التموين، ان هي تدي له اغلب مصاريفها، اغلب قدراتها الاقتصاديه بتصب في الناحيه دي، عشان بنقدمه في شكل تهدئه الشارع، حفاظ على استقرار الدوله، استقرار النظام، استقرار الحكم، ما نقربش من الاستثمارات، اطرمخ على الفساد كده، استثمارات قليله جدا. طبعا ناهيك عن انه الدعم ده كان دعم اعمى، بيروح لناس لا تستحقه اصلا. طبعا. ودعم كان لا يصل لكثير من الناس اللي تستحقه، يعني ناس كتير كانت في مستوى دخل كويس وبتاخد دعم ما تستحقوش، وناس تانية كانت تستحق الدعم وما بيوصلهاش. صحيح. والاستثمارات طبعا المشاريع الجديده وخلق فرص العمل كان رقم 4 أو رقم 5، ما كانش من ضمن اولويات الدوله فيما سبق. الرسم البياني اللي بعده هيوضح اختلاف كبير في فلسفة الدولة ورؤيتها لتوزيع المصاريف وتوزيع قدراتها. اللي هو بقى 21-22 بالظبط اللي بعده. خش عليه. أقول جزر. أيوة بس كده. نفس ال 100 جنيه بتتوزع ازاي بقى؟ هنلاقي ان أكبر رقم بيروح للفوائد، الفوائد اللي هي ايه؟ اللي هي بندفعها على ديون كلها على المشاريع، كلها صح. استثمارية. فدي فوائد تدفع على ديون بتنفق على استثمارات، يعني دي استثمارات غير مباشره. 32 جنيه من ال 100 جنيه اللي معانا. مش بقترض فلوس اروح اشتري بيها اكل قطط. ده الفرق بالظبط، ده الفرق، فرق كبير قوي. رقم 2، بص على الاستثمارات كده، دي استثمارات مباشره بقى. 19% الدولة 19% 19 جنيه من كل 100 جنيه الدولة بتحطها في استثمارات مباشرة من الخزانة العامة للدولة. حلو. الأجور انخفضت بقت 20% أو 20 جنيه من ال 100. الدعم بقى، الدعم اللي هو كان 36 بقى 17. يعني انخفض اكتر من النص. فهنا انت بتقدر تفهم هو ايه التغير اللي حصل، انه ازاي الدوله هي بدات إن والدعم هنا اللي انخفض ده اصبح بيروح، هو انخفض لسبب. ايوه، ان انا وديته للي بيستحقه. بالظبط كده، مش اي فنكوش. الحاجه الثانيه، الدعم على الوقود والكهرباء والميه، ده الفلوس دي ما الدوله ما حطتهاش في جيبها. هي وزعتها على حاجات تانية. صح. يعني الدعم كنا بندفع 120 مليار جنيه قبل ما نبدا الاصلاح، 120 مليار جنيه على دعم الوقود فقط، 120 مليار. ال 120 مليار دي النهارده بتتراوح في حدود ال 15-13، رقم بسيط جدا. طب في فرق ده راح فين؟ ال 100 دي بالظبط رحنا عملنا بيها الشبكه القوميه للطرق، 9000 كيلومتر طرق مثلا، مستشفيات، بالظبط كده، 100 مليون صحه، حياه كريمه اللي هي تكلفه 700 مليار جنيه، هنجيبها منين 700 مليار جنيه دي؟ في جزء استدانه وقروض بناخدها بنسميها قروض جيده، قروض حميده، قروض استثماريه، بس في جزء ثاني من الخزانه العامه للدوله، ان انت بتحرك من هنا بتودي هنا، بتشيل من هنا تحط هنا، من دعم الوقود تحط هنا في حياه كريمه، من دعم الكهرباء تشيله وتحطه في حته ثانيه، من الرسوم اللي على الطرق والكارتات والدماغات والحاجات دي بتشيل بتزودها هنا وتقوم حاططها في منظومه الرعايه الصحيه او قانون او نظام منظومه التامين الصحي الشامل. فالخلاصه ان انت بتحاول تخلق توازن
بس التوازن ده انت زي ما قلنا في البدايه خالص ان انت عايز تنطلق باقصى سرعه، انه اخيرا القوس اللي تراجع في 2011 انطلق لاقصى سرعه بعد 2016. ده الشق الاول من الكلام، هو ايه اختلاف الفلسفه بين قبل وبعد. فالدوله اخذت خطوات للامام، عملت المبادره، هي اللي بقت الدوله هي اللي بتقود التنميه، ومعدل النمو الاقتصادي اغلبه جاي من الدوله، بس ده ما ينفعش يفضل مستمر للابد، ان الدوله ليها قدرات محدوده في النهايه. لازم اروح ادخل القطاع الخاص على طول، هو كمان يشتغل في اخلاق لي فرص عمل برضو شكل اكثر مستدامه ومستدامه واكثر تنوعا.